Bulls. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا معي في القناة، وكنتمنى إن شاء الله تكونوا دائما في صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة سهلة وبسيطة، دجاجة محمرة في الفرن بطريقة سهلة وطريقة مغايرة. تابعوا معي المراحل، تابعوا معي الطريقة، وفرجة ممتعة. غادي نحتاجوا إن شاء الله الدجاجة تكون مغسولة مزيان بالماء والملح والحامض. كما كتعرفوا دابا الحجر الصحي، يعني غسلت الدجاج قبل وشرملته ودرته في الفريغو مشرمل ومقعد. يعني في الاول كغسلته مزيان بالماء والحامض والخل، كلشي كيعرف الطريقه ديال غسل الدجاج. غادي نحتاجوا ان شاء الله الشرموله ديال الدجاج، القزبر والمعدنوس يكونوا طريين، يعني جوج معالق ديال القزبر والمعدنوس يكونوا طريين، وكذلك ثلاثه طريفات ديال الثومه، ثلاثه دروس الثومه، والحامض المصير. كما كتشاهدوا انا كنصيبو في الدار، كنرقدو في الدار. وكنحتاجو كذلك الى معلقه كبيره ولا معلقه ونص ديال المطاط. انا هنا في المانيا ما لقيتش شي مطاط مزيان، هذا هو اللي عجبني، هذا النوع ديال المطاط شريته من فرنسا، هو اللي مزيان، هذا زوين، كنصح البنات يستعملوه، حار وزوين، فيه حتى الحار، يعني داير بحال الهريسه. يعني انا منحتاج نستعمل الهريسه حيتاش عندي المطاط حار. بالنسبه للعطريه، معلقه كبيره ديال سكنجبير، معلقة ديال الخرقوم البلدي، ومعلقة ديال الإبزار الأبيض والأسود، والثوم بودرة يعني اختياري. من بعد شرملت الدجاجة ديالي كيف كتشاهدوا في الصور، شرملتها مزيان بالمطاغد، كل شيء خلطته، شرملت الدجاجة ديالي مزيان، حيت أنا فيت كما قلت لكم راه مشرملة مقادة ودايرها في الثلاجة مشرملة مقادة، زدتها غير شوية ديال المطاغد ودخلتها للفران. من بعد هذا هو السر اللي كنستعمل أنا هي لهاد الدجاجة، وانني كنفرش ليها الملحه. يعني ما تخافوش منها، تقولوا كما كتشوفوا الشرموله ما فيهاش الملح، حيت كنفرش للدجاجه ديالي الملح. كناخذ واحد الطاوه ديال الفرن وكنعمل فيها الملح وكنحط فيها الدجاجه ديالي كيف كتشاهدوا الصور. كيف كتشاهدوا الطريقه سهله، يعني يكفي تشرملوا الدجاجه ديالكم هذيك الشرموله، تشرملوه مزيان وتحطوه وتفرشوا ليه الملحه وتدخلوه للفران. يعني تدخلوه للفران خاصو يبقى ساعه، يعني ساعه. انا صورت لكم الطريقه كيفاش كنطيبو في الفرن، يعني كندير درجه الحراره 190 وكندير الفرن كيطيب من الفوق من الوسط ومن التحت. يعني اللي عنده الفرن ديال الضو، يعني من الفوق من الوسط ومن التحت كنديروا درجه الحراره 190 وكنخليه ساعه. وانتم كتشاهدوا كيفاش كتولي الدجاجه ديالنا من بعد ساعه، وممكن تقدموها كذلك ترافقوها مع الروز اللي كنت فيت صيبت لكم، يعني نفس الطريقه اللي كنت صيبت الروز اللي حاطه في القناه ديالي، يعني كنرافقوه مع اي حاجه، يعني ترافقوه، انا رافقته مع الروز وبالصحه والراحه. وكنتمنى ان شاء الله الطريقه تنال الاعجاب ديالكم، يعني وما تخافوش منه تقولوا الدجاجه غتجي مالحه ولا شي حاجه، يعني كيجي غزال، كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه، كنتمنى هذه الطريقه ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه. وللتذكير اللي مازال مشترك في القناه يشترك بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ان شاء الله باش توصلوا دائما بالجديد. والصلاه والسلام اشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.